الشغل والفلوس مش هيجولك لوحدهم، لازم انت اللي تروح لهم بنفسك وتجيبهم. ناس كتير معتقدين ان هم هيجي لهم مكالمه تليفون من واحد مهم بيقول لهم احنا هنشغلك عندنا في الشركه وهندي لك مرتب زي الفل، وطبعا وقتها احنا بس هنكون محتاجين منك شويه حاجات تتعلمها وهتلاقي الوظيفه دي. هيقوم الشخص من مكانه ويتعلم الحاجات اللي مطلوبه منه عشان يروح يشتغل طبعا، بس اهم حاجه يكون ضامن الوظيفه عشان يتعب ويتعلم. انما نتعب لوحدنا ونبذل مجهود لوحدنا ونتعلم وبعد كده نبقى مش ضامنين الوظيفه دي هتجيلنا ولا لا، لا لا خلينا مريحين احسن. دي دماغ اغلب الشباب، وعشان كده في ناس كتير جدا مش لاقين شغل، وفي شركات كتير جدا عارضين وظايف ومش لاقين ناس يعينوهم. يا جماعه الوظيفه دايما بتحتاج مهارات، بتحتاج ناس عندهم مهارات. عمر ما هتجيلك وظيفه وانت ما عندكش المهارات. قوم من مكانك وتعلم، وقتها هتجيلك مكالمه زي دي وهتجيلك الوظيفه وهيبقى معاك فلوس. ما تقعدش تشتكي وخلاص من قله الفلوس وقله الشغل وانت اصلا لسه ما عملتش اللي عليك. اتعلموا وخدوا الكورسات وربنا يوفقكم لكل خير.